شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان. ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.